الطلاق الفشنك، أحمد السقا ومها الصغير يدا بيد، وعمرو دياب بصحبة زينة عاشور. دائما ما تلاحق النجوم الشائعات التي تستهدف حياتهم الفنية مرة والشخصية مرة أخرى، وتختلف سياسة البعض لدحض تلك الشائعات، فيقرر البعض نفيها بشكل مباشر، والبعض الآخر يتخذ طريقا غير مباشر لنفيها، وآخرون يلتزمون الصمت. نشر النجم أحمد السقا صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، ظهر فيها مع زوجته المذيعة مها الصغير وهو ممسك بيدها خلال فعالية الحفل الختامي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي التي أقيمت ليلة الجمعة 27 من سبتمبر. ولم يعلق أحمد السقا على صورته مع زوجته مها الصغير، مكتفيا بتعبيرات الصورة التي أظهرت الحب بينهما، ويعتبر ذلك أول ظهور رسمي لهما عقب تداول شائعات الطلاق. وترددت شائعات عن انفصال وربما طلاق أحمد السقا ومها الصغير، خاصة بعد اختفاء الزوجة من كل المناسبات التي ظهر فيها، وهو ما لم يكن يحدث من قبل، إضافة إلى أنه لم يصدر أي نفي من الزوجين ولا تأكيد أيضا، ما جعلها تنتشر انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم تكن هذه هي شائعة الطلاق الأولى التي واجهت أحمد السقا ومها الصغير، ففي شهر نوفمبر من عام 2016 فاجأ السقا الجميع بحضوره برفقة مها الصغير إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر لتقديم واجب العزاء في وفاة الساحر محمود عبد العزيز، وكان هذا أول ظهور لهما بعد شائعات طلاق لاحقتهما أيضا. قبل عدة أيام انتشرت العديد من الشائعات حول استعداد الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل لإعلان طلاقهما، بعدما غادر الفيشاوي الصغير مهرجان الجونة السينمائي عقب مشادة حدثت مع زوجته في فندق إقامتهما، وفوجئ نزلاء الفندق بتعالي أصوات أحمد الفيشاوي وزوجته وتدخل عدد من النجوم لمحاولة الصلح بينهما، إلا أنهما غادر الجونة بعد ذلك بساعات. وبعد انتشار تلك الشائعات نشرت ندى الكامل صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع زوجها أحمد الفيشاوي، ظهر فيها أثناء مرورهما على السجادة الحمراء في فعالية الحفل الافتتاحي للدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي. وعلقت ندى الكامل على صورتها مع زوجها قائلة: فيشي، وهو الاسم الذي تداعب به أحمد الفيشاوي، في رد غير مباشر على الأخبار التي ترددت مؤخرا حول استعدادهما للطلاق عقب خلاف وقع بينهما في الجونة لتنفي بذلك تلك الشائعات. كما تداول عدد من محبي وجمهور الهضبة عمرو دياب صورة له جمعته بزوجته زينة عاشور في ظل الشائعات غير المؤكدة التي ترددت حول خلافات بينهما وصلت إلى الطلاق بسبب علاقته الغامضة بالفنانة دينا الشربيني. الصورة أثارت جدلا كبيرا بين جمهور عمرو دياب والذين انقسمت آراؤهم حول حدثة الصورة، وفي حقيقة الأمر لم يتم نشر تلك الصورة من قبل، وتشير إلى أنها جمعت عمرو وزينة في لقاء قريب، خاصة أن النظارة وقصة الشعر اللتين ظهر بهما الهضبة في الصورة يتطابقان مع نفس اللوك الأخير.